خلينا كده نكمل مع بعض في المعادلة رقم 11. طالب مني ايه؟ طالب مني لما شايفين مع بعض كده قال لي التي ايكوال الريد، فمطالب منك ان انت تستقبل من اليوزر قيمه وتخزنها في المخزن اللي اسمه تي او في المتغير اسمه تي، وبعد كده في متغير تاني اسمه ووتر قيمته هتساوي يا اما ايس يا اما ليكويد يا اما فولتايل. خلاص طيب، ايس في حاله ان التي اقل من او تساوي الزيرو، ليكويد في حاله ان التي اكبر من او تساوي الزيرو اقل من المية. خلاص فولتايل في حاله ان التي اكبر من او تساوي المية. فالووتر قيمته هتساوي يا ايس يا ليكويد يا فولتايل. بناء على ايه؟ بناء على الكونديشن اللي هو مدالك دي. طيب بعد كده في الاخر قال لك اكيد الووتر هيخزن يا اما الثلاث قيم دول، وفي الاخر هيعمل ايه؟ هيعمل برنت لقيمه الووتر او ما بداخل المخزن اللي اسمه ووتر. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ قال لي والله في المثال ده طالب منك ان انت تستخدم الاف كونديشن. خلاص طيب، فخد بالك في البدايه كده طالب منك ان انت هتريد قيمه وهتخزنها في المخزن اللي اسمه تي. فهنا هعرف عندي مخزن وليكن مثلا انتجر تي، عرفت المخزن اللي اسمه تي. بعد كده هسي ان وهرمي فين؟ وهرمي في التي. هسي ان هستقبل من اليوزر قيمه واخزنها داخل التي. فده كده الجزء بتاع الريد. هنا بقول لك هتقرا من اليوزر قيمه. خلاص فهسي ان. طيب والله قيمه الوتر هتساوي ايس في حاله ايه؟ في حاله التي اقل من الزيرو. فاقول له والله اف في حاله، هنفذ الكلام اللي جاي. خلاص في حالة ايه؟ في حالة ان التي اللي اليوزر دخلها، قيمة اليوزر دخلها، قيمة اليوزر دخلها كانت اقل من الزيرو. فلو انت اقل من الزيرو هقول له ايه؟ هقول له ان الووتر هتساوي ايس. خلاص بس اكيد انا مش هكتب بالشكل ده. يعني ايه الايس ده؟ عبارة عن ايه الايس ده؟ عبارة عن سم اوف كاركتر او سيكونس اوف كاركتر، يعني عبارة عن سترينج. صح، عبارة عن سترينج. فهاجي فوق بالاسلوب ده اقول له والله هعرف عندي هنا هعرف عندي سترينج وهسمي ووتر، هعرف عندي مخزن اسمه ووتر، هعرف عندي مخزن اسمه ووتر من نوع string. طيب واقول ان الووتر قيمة الووتر هي عبارة عن ice، بس عارفين السترينج بخزنه فين او بعرفه ازاي؟ بعرفه بين double quotation، بعرف بين double quotation. فبعمل double quotation واقول له والله ده كده ice. خلاص يبقى قيمة الووتر هتساوي ice في حالة ان التي، في حالة ان التي اقل من ايه؟ في حالة ان التي اقل من الزيرو. طيب الكونديشن اللي بعده، في الكونديشن اللي بعده قال لك ايه؟ الكونديشن اللي بعده قال لك ان الووتر هتساوي ليكويد في حاله ان التي اكبر منها تساوي الزيرو، الزيرو او اقل من المية. طيب فهنا هقول له هكمل على الكونديشن بتاعتي، هقول له else if هعمل كذا. خلاص else if ايه؟ else if والله ان قيمه التي، لو قيمه التي أقل من المية، أقل من المية وأكبر من، وأكبر من أو تساوي الزيرو. تمام، لو قيمة تي أقل من المية وأكبر من أو تساوي الزيرو، فأنت كده إيه؟ فأنت كده ال statement دي هتبقى بالشكل ده. صح، هتبقى الوتر بتساوي إيه؟ بتساوي liquid. تمام طيب، طب غير كده، غير كده يعني ايه؟ غير كده معناها ان التي اكبر من او تساوي المية. صح، فاقول له والله غير كده، غير كده فانا عندي قيمة الووتر هتساوي فول. تمام خلاص، لو اقل من الزيرو هينفذ الكلام ده، لو اكبر، لو اقل من المية واكبر من الزيرو هينفذ كده، وغير كده هيخلي الووتر قيمته بايه؟ بفول. طيب في النهاية هل كده بس؟ لا خلاص، انت كده استقبلت من اليوزر قيمة من الريد في سي ان، وبعد كده اديك كونديشن، وفي النهاية كان طالب منك ايه؟ كان طالب منك ان انت تعمل برنت ايه؟ للقيمة للوتر مخزنها. خلاص فهقول له هنا هبرنت، هبرنت يعني ايه؟ انا هسي اوت، هسي اوت ايه؟ هسي اوت ما بداخل المخزن اللي اسمه ووتر بالشكل ده. تمام، في مشكلة في الكلام ده؟ طيب في الايكويشن رقم 12 بيقول لي اكس تنتمي الى المجموعه من 1 ل 20. ازاي اكتب الكلام ده؟ هي الاكس عباره عن فاريبل، الفاريبل ده قيمته عباره عن 1 لحد ال 20، هو عباره عن داخل المجموعه من 1 ل 20. فاقول له ايه؟ اقول له والله ان قيمه الاكس هي اكبر من او تساوي الواحد، وفي نفس الوقت، يعني ايه في نفس الوقت؟ يعني اند، وفي نفس الوقت قيمه الاكس اقل من او تساوي ال 20، يعني هي داخل الرينج ده. صح،
يعني قيمة الإكس أكبر من أو تساوي الواحد، وفي نفس الوقت يعني أند خلاص أند إيه هي أقل من أو تساوي الـ20. يعني دي كده المجموعة بتاعتي اللي أنا بتكلم عليها خلاص. طيب والله إحنا عارفين إن طالما في أند يبقى ده كده كونديشن، ده كده كونديشن. طيب والناتج الكونديشن عبارة عن إيه؟ والله ناتج الكونديشن عبارة عن يا ترو يا فولس. ده كده السطر بتاعي ده هيرجع يا ترو يا فولس خلاص. طيب هرجع يا ترو يا فولس، محتاج استقبل الكلام ده فين؟ محتاج استقبل الكلام ده في مخزن، هسميه مثلا ريزلت بالشكل ده. طيب المخزن ده من نوع ايه؟ يعني المخزن ده هيبقى من نوع ايه؟ وناتج الكلام اللي هيرجع ده عبارة عن قيمة، القيمة دي يا ترو يا فولس، يا زيرو يا وان خلاص، يا ترو يا فولس. طيب ترو فولس بخزنها داخل المخزن او داخل المخزن من نوع بوليان، من نوع بوليان. ده كده المخزن بتاعي الداتا تايب بتاعته هي از بوليان تمام. طيب فالبوليان عبارة عن ايه؟ عبارة عن الداتا تايب بتشيل يا ترو يا فولس. طيب هنا مش متعرف على الاكس، فانا هنا بعرف قيمة الاكس، هقول له انتجر اكس، عرفت المخزن، عرفت مخزن اسمه اكس. قلت والله لو الاكس اكبر من او تساوي الواحد وفي نفس الوقت اقل من الـ20 فانت كده ترو، فانت كده الريزلت بتاعتك هتشيل ترو خلاص. زي ما هو موضح عندي كده قال لك ان الاكس بتنتمي للمجموعه من 1 ل 20 خلاص. طيب شوف كده اللي بعده. في المثال اللي بعده طالب مني نفس الكلام برضو، الاكس بتنتمي للمجموعه من 1 ل 20، اتحاد المجموعه 30 ل 40، اتحاد المجموعه 90 خلاص. يعني هنا الاكس تنتمي ايه؟ من الفتره من 1 ل 20، اتحاد الفتره من 30 ل 40، اتحاد المجموعه 90. طيب فنفس بنفس الاسلوب هقول له ايه؟ هقول له والله الاكس، ها الاكس عباره عن ايه؟ الاكس بتاعتي هنا هتبقى اكبر من او تساوي، نفس الطريقه، اكبر من او تساوي ايه؟ اكبر من او تساوي الواحد، وفي نفس الوقت ها اقل من او تساوي، طالب مني اقل من او تساوي الـ20 خلاص. ده كده أول جزء عندي، ده كده أول فترة عندي صح؟ في السؤال ده كده أول فترة عندي، فقال لي من الفترة من 1 ل 20 اتحاد، اتحاد يعني إيه؟ اتحاد يعني أور، فبكتب أور بالشكل ده تمام؟ اتحاد مين؟ ها؟ اتحاد الفترة من 30 ل 40 خلاص؟ فالإكس أكبر من أو تساوي 30 وفي نفس الوقت الإكس أقل من أو تساوي 40، دي الفترة بتاعتي. طيب بعد كده قال لك اتحاد، اتحاد مين؟ اتحاد المجموعة 90. يعني ايه اتحاد المجموعة 90؟ يعني الاكس ايكوال ايكوال 90، ايكوال ايكوال خلاص 90 بالشكل ده خلاص. فده كده مين؟ ده كده اللي هو طالبه مني خلاص. زي ما اتفقنا ناتج الكلام ده هيرجع لي يا ترو يا فولس، فبخزنه عندي في مخزن من نوع ايه؟ من نوع بوليان ريزلت بالشكل ده تمام. فده كده السطر المطلوب مني. نفس الكلام هقول له هنا انتجر اكس، في مشكلة في الكلام ده؟ خلاص. طيب خلينا كده نبص على المثال اللي بعده. طيب المثال اللي بعده مثال رقم 14، طالب مني بيقول لي هنا الاكس تنتمي الى الفترة من 1 ل 20، تقاطع الفترة من 15، هي تقاطع ما بين اكواس الفترة من 15 ل 40، اتحاد المجموعة 90. يعني الفترة من 15 ل 40 اتحاد المجموعة 90، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن حاجة تقاطع الفترة من 1 ل 20 تمام؟ طيب فبنفس الطريقة، بقول له ايه؟ بقول له والله ان ده كده الاكس تنتمي للفترة من 1 لحد 20 بالشكل ده تمام؟ طيب تقاطع مين؟ تقاطع، يعني ايه تقاطع؟ تقاطع يعني اند، اتحاد يعني اور خلاص. طيب تقاطع مين؟ تقاطع ما بداخل الاكواس، يعني في عندي اكواس بالشكل ده، تقاطع ما بداخل الاكواس وفي الاخر سيمي كولون. طيب ايه اللي داخل الاكواس؟ زي ما انت شايف في المثال اللي داخل الاكواس هي الفتره من 15 ل 40 اتحاد المجموعه 90 صح. فدي كده حاجه اتحاد، حاجه يعني اتحاد، اتحاد يعني اور، اتحاد مين؟ اتحاد مجموعه خلاص. طيب هنا بكتب ايه؟ هنا بكتب الفترة بتاعتي من 15 ل 40، يعني اكس اكبر من او تساوي 15 وفي نفس الوقت الاكس اقل من او تساوي 40 خلاص. طيب الكلام ده اتحاد، اتحاد خلاص قلنا اور، اتحاد المجموعة 90
يعني ايه المجموعة 90؟ يعني الاكس ايكوال ايكوال 90 بس. ده كده المثال اللي بعده نفس الطريقة. هنا هقول الكلام ده هيتخزن as boolean result ايكوال كذا، وهنا هقول له integer x بالشكل ده. تمام كده؟